كالعادة منتخب اسبانيا دايما بتبص على الدوري الاسباني، ريال مدريد برشلونة، وهما يعتبروا يعني بيمثلوا جزء كبير جدا من قوة المنتخب الاسباني. تألق ريال مدريد في الخمسينات في بطولة اوروبا، وضع وقتها وضع منتخب اسبانيا كان ايه في كأس العالم؟ يعني شوف، انت لما بتتكلم عن وضع المنتخب الاسباني المفروض جاي بقى من 50 وطالع رابع العالم وعنده لعيبة جيدة، وكمان ريال مدريد بدأ يفرض سيطرته في فترة الخمسينات بداية من 56 حتى 60 والفوز بخمس نسخ متتالية، ولكن وضع المنتخب الأسباني كان وضع مغاير تماما. كان المنتخب الأسباني بيستعد انه هيلعب في بطولة 54 في سويسرا عشان يروح لمفروض لمجموعة كان فيها المنتخب المجري ومنتخب ألمانيا الغربية ومنتخب كوريا الجنوبية، ولكن حصلت حاجة غريبة جدا، فازوا على تركيا 4-1 وخسروا 1-0، والوقت ده ما كانش فيه فارق أهداف، فلازم تقام مباراة فاصلة. يتعادلوا في المباراة الفاصلة في روما 2-2، ويجي ولد عنده 14 سنة خلوه هو اللي يعمل القرعة يكسب تركيا هي اللي تروح المجموعة دي، وإسبانيا تخرج من كأس العالم. أوكي. جت سنة بقى 58 اللي المفروض بقى في عز التفوق بتاع ريال مدريد حرفيا، ولكن يخسروا التأهل لصالح منتخب اسكتلندا اللي كان بيشارك لتاني مرة في تاريخه بعد أول مرة 1954. والغريب بقى في الامر يا يحيى ان انت ممكن تقول طب ما يمكن اللعيبه المحترفين موجودين في الدوري الاسباني بشكل كبير وده اثر شويه على المنتخب. لا، لما تبص على قائمه منتخب من نادي ريال مدريد اللي فاز بالخمس بطولات مش هتلاقي لعيبه محترفين كانوا كتير. في رايموند كوبا مؤخرا جالهم بوشكاش في اخر بطوله، صحيح. بتتكلم عن طبعا دي ستيفانو، بتتكلم عن دومينيجز، بتتكلم عن سانتا ماريا، الاثنين دول من الارجنتين زي دي ستيفانو، فما كانش عدد كبير قوي، ما كانش المفروض ياثر على منتخب اسبانيا اللي المفروض الدوله او الكوره الاسبانيه منتشيه بانتصار ريال مدريد، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ما قدروش ان هم ان يعني يستغلوا التفوق اوروبيا على مستوى الانديه على الصعيد الدولي للمنتخب.